وبالاشتراكية يحصل كل منا على فرصة متكافئة، كما هو الحال مثلا في دخول الجامعة، وهذا أمر لم يحدث في أي بلد من البلاد لا شرقا ولا غرب. أن تتيح الدولة للطالب أن يدخل الكلية التي يريدها، ليس لأنه ابن فلان أو ليس لأنه قادر وغيره غير قادر، ولا لأي اعتبار إلا لما أداه وحصل عليه نتيجة عرقه وأدائه، فبيأتي الكمبيوتر بعد ذلك ويصنف المجاميع ولا يصنف الأسماء. المجاميع تدخل الكليات حسب جهد وعرق كل واحد. هذا لا يحدث أبدا حتى في البلاد التي تدعي أنها اشتراكية متقدمة جدا أو وصلت إلى مرحلة الشيوعية. أعطينا الفرصة المتكافئة لأنه كان لابد أن نعطي هذه الفرصة. لماذا؟ لأنه الميزان الاجتماعي كان مختلا، كان التعليم بمصاريف. وأنا عاصرت هذه الفترة وأذكر تماما، وقد تكونوا سمعتموني وأنا أقول أنه لولا أن لي أخي الأكبر لولا أنه تخلف عن التعليم لما استطعت أن أكمل تعليم، لأنه كان لا قبل لأبي أن يدفع مصروفات ولدين في الثانوي ثم في الجامعة، برغم أن القانون في ذلك الوقت كان ينص على أن الأخين إذا دخلوا الثانوي فإما أن يكون أحدهما مجانا والآخر بمصاريف، أو على الأقل أن يكون أحدهما بنصف مصاريف والآخر بمصاريف. ومع ذلك لم تطبق القاعدة، طلبنا وبذلنا المستحيل ودخلنا التعليم الثانوي وبندفع 40 جنيه سنويا في سنة 30، وكان لا قبل لأبي أن يدفع هذا المبلغ لولا أن تخلف أخي ما أكملت تعليم. اليوم أنا بحكي هذا لكي يسمعنا أبنائنا في الجيل الجديد، اليوم من الابتدائي إلى الجامعة التعليم مجانا تكفله الدولة، وفوق هذا أيضا في دخول الجامعة لا وسط لفلان ولا ابن فلان أبدا، كل شيء يعتمد على أداء الفرد وجهده وعرقه وما حصل عليه من مجموع. فرصة متكافئة لابد من هذا لإعادة التوازن الاجتماعي، لأنه القاعدة العريضة كانت محرومة من كل شيء، وكانت القلة فوق هي اللي بتتمتع بكل شيء.